السلام عليكم خي مختار، لاباس عليك؟ هاني نتمنى تكون بخير. انت بالنسبه للموتور اللي قلت لك، موتور ميغان دو ايسونس 1.6 16 شوفو 16 فولت، مشينا لعند الميكانيسيان. الور قال لك نبدلوا ليها جوانت كيلاش، بدلنا ليها جوانت كيلاس، بدلنا ليها الزيت، بدلنا ليها الفلترات ديال ليسونس وديال الزيت، ريقلنا الكلاس، ريقلنا عند التورنر، يعني مشينا ريقلناه، يعني ريقلو داروا ليه الريقلاج. وفاش ركبنا كل شيء بقى المشكل هذا، حتى البوبينات ركبناهم، بدلنا لي بوجي، ورغم ذلك باقي فيها التلعات في الموتور، وباقي فيها هادي، وفيها واحد الصوت هكا. الموتور بقيت يترعد، تنبدلو لي بوبين، بدلناهم، بدلنا لي بوجي، غسلت ليها الرادياتور، ديبوشيتها، غسلت القرعة الزيت، كاع هادشي درتو، ورغم ذلك هكا. ومرة مرة فاش نكون غادي في الطريق، كنحس بها فاشلة، يعني كتفشل، وبعد خطرات فاش تطلق كتسيري بواحد السرعة عجيبة، يعني كتولي نورمال، ولكن بعد خطة تخنق. هذا هو المشكل اللي كاين. أما فاش نكون غادي بها في الطريق، فاش نفراني في شي فروج ولا شي طونوبيل قدامي، كتسكت، خاصني نعاود نديماريها. هذا هو المشكل اللي كاين. والله يرحم الوالدين، وشكرا، وبغيت نعرف الإجابة إلا كان ممكن.